مشاهدينا للمزيد من المتابعة التحليلية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. دكتورة ليلى، يعني أكيد تابعتي منذ بداية اليوم المشهد الانتخابي الذي يجري في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية. كيف تترجمي هذه المشاركة التي تبدو يعني كثيفة في الإقبال بأنها حفاظ على المصالح العليا للوطن؟ دكتورة ليلى عبد المجيد، يعني أكرر سؤالي مرة أخرى، ترجمتك للمشاركة التي شاهدناها على مدار اليوم والتي تبدو إلينا بكثافة في الحضور، كيف تجدي أنها حفاظ على المصالح العليا للوطن؟ يبدو أن هناك عطل فني في الاتصال، سنحاول أن نعوده مرة أخرى. مشاهدينا، يعني كما تابعتم من قبل، نسب المشاركة تبدو منذ الصباح الباكر كثيفة في مختلف محافظات الجمهورية، مختلف فئات الشعب نجدها ونرصدها على الساحة، الشباب، النساء، الرجال. يمكن المشهد المميز في هذه الانتخابات هذه المرة هي النسبة الملحوظة في مشاركة الشباب والشابات من مختلف الطوائف. أيضا هناك الكثير من الضمانات والضوابط المختلفة للعملية الانتخابية وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. هذه الضوابط أدت إلى مزيد من الوعي السياسي لدى الشعب المصري، وبالتالي ما نشهده الآن من مشاركة كثيفة. عودة إلى اتصالنا بالدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. دكتورة ليلى، كنت بتساءل عن مشاهدتك للمشاركة الكثيفة اليوم للانتخابات في الانتخابات الرئاسية، وكيف أنها أو تترجميها إلى أنها حفاظ على المصالح العليا للوطن؟ الحقيقة كان المشهد حتى قبل بدء فتح اللجان من الساعة 8:15 أنا فتحت التلفزيون ولقيت المواطنين واقفين قبل ما اللجان تفتح. شيء رائع ومشرف. أنا نزلت عشان أدي صوتي، ما عرفتش أدخل اللجنة ورجعت البيت تاني، قلت أنزل بعد ما تهدى شوية. من كتر ما يعني الكثافة المشاركين شيء مشرف ورائع وأكثر مما كنت أتخيل أو يعني أتوقع. وده طبعا بيرجع بالفعل زي ما حضرتك بتشيري إلى أن المصريين دايما بيستشعروا أي لما الوطن بيعوزهم، ولما بيحسوا ان المسألة يعني ملحة يعني ما لا يتأخروا في المشاركة. وبالفعل ده طبعا نتاج برضو خلي بال حضرتك من 2012 لغاية و2014 و2018. يعني احنا 2012 كان في سلبيات وعزوف وكلام من ده، انما يعني بقينا من 2014 في اقبال، ومع التجربه زاد عدد المشاركين خصوصا والمواطنين مستشعرين ان احنا الخطر على حدودنا وان الامن القومي بتاعنا يعني في تحديات بتواجهه. ولذلك يعني شفنا قد ايه كل على فكره يعني انا بقيت سعيده جدا الصبح لما شفت مش بس نساء زي انتخابات المرتين اللي فاتوا، ولكن الشباب كمان، شايفه شباب كتير قوي نزل وموجود بكثافه، وشايفه شباب كمان نازل عامل مسيرات من التحالف الوطني، شباب يشرف يفرح نازل يعمل مسيرات عشان يحس المصريين او يحفزهم على انهم ينزلوا يشاركوا في الانتخابات. في اصطفاف يعني بشكل كبير قدام اللجان من مختلف الأعمار، رجال ونساء، كبار وصغار، حتى الأطفال يعني، ودي حاجة رائعة. أنا مبسوطة قوي. ده رائع. ليه بقى؟ لأنه الذكريات بتاعت الأطفال
انهم نزلوا انتخابات ووقفوا مع مامتهم او باباهم او الاسره بحالها. ده في اسر بحالها نازله بالفعل. حتى شفت بعض المشاهد، الاب مثلا عنده ظروف صحيه وقاعد على كرسي متحرك، لكن نازله الاسره بالكامل نازله والاطفال معاهم. فطبعا الحكايه دي مش هتخلي الاطفال يطلعوا عندهم مشاركه سياسيه. وطبعا يمكن الشباب، لان احنا فعلا الشباب عندنا في مصر في الفتره اللي فاتت تم تمكينه، واتعملت مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم اللي شارك فيه شباب، والبرنامج الرئاسي ده كله حفز الشباب على انهم يبقوا يتجنبوا العزوف اللي كان دايما بنلاقيه من الشباب في الانتخابات. انا فخوره جدا وسعيده بالشباب وسعيده بالنساء وسعيده بالرجال، سعيده بكل المصريين اللي نزلوا يلبوا ويقوموا بواجبهم ويأدوا ويمارسوا حقهم في انهم يشاركوا في اختيار رئيس الدوله. وطبعا انا واثقه ان اختيارهم هيكون اختيار موفق ان شاء الله، في ضوء إدراكهم للمخاطر اللي بتمر بيها الوطن، واللي بتتطلب رئيس وقائد وزعيم يستطيع أن يتصدى لهذه التحديات ويعبر بالوطن إن شاء الله بسلام. ده يعني هذا الكلام هيخليني برضو أسألك عن أهم الاعتبارات التي يجب أن يضعها الناخب في حسبانه حينما يمارس حقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية بالتحديد. طبعا اهم حاجه ان تبقى الاعتبارات دي اعتبارات موضوعيه، مش اعتبارات يعني احنا لا عايزين مثلا حد عايز رايح جامل، ولا حد عايز رايح عشان اعتبارات قبائليه او عشائريه او حتى يعني حزبيه. يعني صحيح في ثلاثه نازلين من احزاب، وطبعا دي تجربه برضو جميله، يعني انا يعني بعتبرها انها بدايه موفقه. انما في الاخر الاعتبار هو من الذي يستطيع ان يتحمل من خلال تجربتنا معاه ومن خلال خبراته يستطيع ان يتحمل المسؤوليه. مصر بلد مش صغيره، مصر بلد بتواجه بحكم موقعها وبحكم اعتبارات كتير ومكانتها في المنطقه تحديات كتير جدا، وبالتالي احنا محتاجين ان احنا واحنا بنختار نحط ده كله في اعتبارنا. وانا عايزه اقول ان المصريين نزلوا النهارده رغم ان البعض قاعد يشكك والبعض قاعد يطلق بعض العبارات اللي هدفها شكلها يعني حسن ولكن حقيقتها شر، انه ما يقول لك انت نازل ليه، ما هو يعني ما فيش، ما هو معروف مين اللي هيكسب. لا، المصريين نزلوا يمارسوا دورهم ويقول ردوا على كل هذه الدعاوي ويردوا على كل الشائعات والاكاذيب اللي بتطلع واللي بتحاول انها تصيبهم بالاحباط او تجعلهم لا يشاركوا في اختيار وتحديد من سيتحمل مسؤولية الوطن، مسؤولية قيادة الوطن، ونحن إلى جانبه ومعه وإيدنا بإيده في المرحلة الجاية. نعم، دكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.